مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم المزيد ان شاء الله. في خطوة تؤكد بأن كل الوداديين لم يتناسوا فضيحة رادس والتي خطف من خلالها الترجي التونسي لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب فريقهم بفضيحة كان بطلها الفار، قام اللاعب السابق للفريق الأحمر محمد نجم بحركة خطفت الأنظار في العاصمة القطرية الدوحة، وبعث اللاعب السابق للوداد والذي سبق له أن عاش الحادث الشهير بالملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية برسالة قوية لمتابعي المباراة عبر شاشة التلفاز والحاضرين في الملعب حين قام بحركة بيده تظهر شعار الوداد. هذا وتمكن فريق الزمالك المصري من الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي والذي لعب في العاصمة القطرية الدوحة عقب إطاحته بثلاثية لهدف واحد فريق باب السويقة. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.